بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا وتجسف الأمة. أكل أهل النار ذكرنا أنواع منه ومن أكلهم أنهم يأكلون النار. النار كذلك يأكلونها كما قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكل في بطنه النار ولربما الإنسان لا يستسيغ هذا في الدنيا ولكن يستسيغه يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه سحقته ونفسه يعرف وحقارته مع الله سبحانه. قادر أن نكون في عالم غير ولكن الحسن إجمالي في معصية الله ومش واقف على شرع الله عز وجل. وتموت في بيت الله خير لك